أجواء من الفوضى والاحتقان ميزت انطلاقة المؤتمر الوطني لمناهضة العنف اليوم. المؤتمر شهد منذ بدايته احتجاجات شديدة مناهضة لمشاركة رئيس الجمعية الوسطية للإصلاح والتوعية عادل العلمي، حيث وصفه المحتجون بالإرهابي وقاموا بالاعتداء عليه لفظيا. احتجاجات انسحب على إثرها ممثل عدد من الأحزاب المشاركة في المؤتمر مساندة للعلمي وتنديدا بالشعارات التي وقع رفعها في وجهه. هذا وشهد المؤتمر احتجاج الصحفيين الذين استنكروا تعرضهم إلى الاعتداء اللفظي إثر تغطيتهم لهذه الأحداث. هكذا بدت الأجواء ساكنة في بدايتها، ليتحول المؤتمر مناهضة العنف إلى ساحة يمارس فيها العنف. الأجواء بهذه القاعة كادت تعصف بأحلام مؤتمر لطالما انتظره العديد، خاصة بعد محاولة العلمي صعود هذه المنصة. أنا جيت باش نعلن للتوانسة الكل بل للعالم الكل اللي أنا ضد العنف، فمورس علي العنف أولا بالأقصى وهو عنف، ثم عنف مادي حتى لين كهربت للمنصة، يعني سقطت أرضا. العنف طال أيضا الصحفيين الذين حضروا لتغطية المؤتمر، عنف مادي ولفظي نفذ على إثره الصحفيون المتواجدون وقفة احتجاجية. للمرة الثانية في أقل من شهر أطراف ديمقراطية تعيط صحفيين كلاب. مع دخول عادل العلمي تقريبا صحفيين الكل يحاولوا يقوموا بالمهام نتاعهم وينقلوا وجهة النظر الرأي ورأي المخالف، ما رانا إلا والموجودين في القاعة يسبوا في الصحفيين يشتموا في الصحفيين، وهذا ماهوش معقول حتى طرف. اليوم الصحفيين الكل يلزمهم يغادروا قاعة المؤتمر، لأنه مش معقول الصحفي يخدم تحت السبان وتحت الارسيلمون. فوضى واحتجاجات وانسحابات من المؤتمر شملت 7 أحزاب على رأسهم حركة النهضة. رفضنا المشاركة السورية بعدما انفردت بعض الأطراف السياسية والجمعيتية بإعداد المؤتمر وصياغة وثائقه ومضامينه الأساسية. نعلن بناء على هذه النقاط، بناء على هذه النقاط التي وردت في النص، نعلن انسحابنا من أشغال هذا المؤتمر. مثال شو، ثم حزب أساسي في الساحة السياسية الوطنية انسحب، هو حزب حركة النهضة. البقية معناها هذم أتباع، مش مشكلة لحزب النهضة. حادثة لا يجب التوقف عندها، فأهداف المؤتمر أسمى من الاهتمام بالأحداث العرضية والجانبية، هكذا تحدث المحلل السياسي صلاح الدين الجوشي. الذي يهمني في هذا المؤتمر هو أن يكون مفتوحا لأقصى ما يمكن من الفعاليات ومن المواطنين، وأن يتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ وقابلة لكي تخلق أرضية مشتركة بين مختلف التيارات. حضور محتشم في يومه الافتتاحي رغم توجيه ما يقارب 75 دعوة شملت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، فهل يهدد ذلك أشغال مؤتمر مناهضة العنف والإرهاب؟ يعني سواء كان مؤتمر الحوار الوطني إذا فشل، وإلا المؤتمر هذا إذا فشل، إيش معنى هذا؟ مش يؤدي إلى تدامي ظاهرة الإرهاب، وهالتهديدات هذه ستتواصل وتولي أكثر وقت تلقى كذا. هذا العنوان لم تتجسد مضامينه في انطلاقة يومه الأول، فالعنف بشكليه المادي والمعنوي كان حاضرا، فهل هي حادثة عرضية ستمحو آثارها توافقات في اليوم الثاني، أم أن لعنة العنف قد طالته أيضا؟ وفي سياق متصل وعلى خلفية هذه المشاحنات، أصدرت التنسيقية الوطنية للمؤتمر بيانا نددت من خلاله بشدة بما أسمته تجاوزا من أحد المشاركين في حق الصحفيين. التنسيقية اعتبرت أن من حق الإعلاميين العمل بكل حرية وفقا للشروط المهنية، هذا وطلبت لجنة التنظيم من كافة الأطراف من أحزاب وجمعيات وشخصيات أن تعلي المصلحة الوطنية وأن تتوحد في مواجهة العنف والإرهاب المحدق بالبلاد، وأن تلتف حول الآليات والأدوات المزمع إقرارها. ويأتي المؤتمر الوطني لمناهضة العنف بهدف تحصين البلاد من كل المخاطر المحدقة بها أمنيا وسياسيا، وللعمل على الخروج بميثاق وطني حول مسألة العنف والإرهاب يتم عرضه على الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي للإمضاء عليه.
ينقسم المشاركون والمشاركات في هذا المؤتمر إلى 5 ورشات من أجل صياغة ورقات في علاقة بالميثاق، في علاقة بالاستراتيجية التربوية والثقافية وغيرها من المحاور الرئيسية ذات العلاقة بمسألة العنف والإرهاب. وهذه الورشات ستناقش مشاريع ورقات أعدت للغرض ليقع عرضها بعد تعديلها وإضافة ما يجب الإضافة إليها على الجلسة العامة لمعناها إقرارها ومعناها الإمضاء والقبول بها. والله هو المؤتمر الهدف منه هو تحصين بلادنا من كل المخاطر التي يمكن أن تقع فيها نتيجة هذه التجاذبات وهذا الاحتقان السياسي والاجتماعي والأمني وغيره اللي حاصل في البلاد. ومن ثم فأننا نعمل جاهدين صادقين من أجل تحصين بلادنا من كل هذه المنزلقات. الحكومة السورية ستقوم بتسليم أكثر من 43 تونسياً كدفعة أولى ممن لم يثبت تورطهم في إراقة دماء السوريين. هذا ما أكد عليه اليوم أعضاء الائتلاف المدني لإغاثة التونسيين بسوريا خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. الندوة تطرقت إلى أوضاع التونسيين بسوريا وشروط الاتفاق الذي وقع إمضاؤه بين الائتلاف والحكومة السورية. تقرير مفصل عن زيارة الوفد إلى سوريا والظروف التي يعيشها التونسيون هناك والفئات التي توجهت إلى هذا البلد بنية ما يسمى بالجهاد والأطراف المسؤولة عن هذه الظاهرة. هذا ما عرضته اليوم البعثة العائدة من سوريا. ثم على الأقل 3 أطراف. أولا ثم أطراف من واعز ديني سلفي جهادي يؤمنوا بالجهاد ويؤمنوا بأنه واجب كل عربي ولا مسلم باش يمشي يحمل السلاح في سوريا. ثم طرف آخر وهو طرف إجرامي، ثم شبكات من جريمة المنظمة اكتشفت أن الشاب التونسي اللي يجيبوه للقتال رخيص بالنسبة سمو بالنسبة للنسخرين للأسف نتكلموا بالطريقة هذه، لكن تقريبا 3000 دولار الرأس. وثم طرف ثالث نظن أنه ثم القاعدة اللي هي تعتبر أنه سوريا أرض جهاد ومركز عليها. بعض أصابع الاتهام في إرسال التونسيين إلى هذه المحرقة امتدت مباشرة وبلا مواربة إلى أصحاب القرار في البلاد التونسية. ثم ناس اللي هما يحتلوا مواقع متاع قرار مؤثرة في المشهد الوطني واللي قاعدين يحرضوا على القتال في سوريا، واللي يؤسف أكثر من كل شيء هو أنه ناس هذوما المحرضين هما لهين هنا يدبروا في الخدم لأولادهم وقاعدين يقريوا في أولادهم في أرقى وفي أكبر فندق الجامعات باش أولادهم يكونوا حكام فني في تونس، أولاد الشعب الفقير هم اللي حضروا فيه فني باش يمشي يقاتل غادي في سوريا. اليوم راهو ولينا كتوانسة الموصومين بأن إرهابيين ولينا مشتبهين في الإرهابيين في أي بقعة في العالم نمشيولها، هذه الصورة اللي ولات عنا في العالم اليوم. وعن الاتفاقات الحاصلة مع الحكومة السورية قال أعضاء الوفد العائد من سوريا إنه سيتم تسليم التونسيين في شكل دفعات. فما برشا دفعات باش يتسلموا، هما مستعدين باش يسلموا أي تونسي معناتها ما عندوش حتى علاقة بالأرض السورية، مستعدين باش يسلموه في إطار القانون وكاو كما قلت لك. الدفعة الأولى 43 نورمالمون، بين 43 إلى 50 ما ممش الكلهم باش يروحوا فرد دفعة، معناتها المتفق عليها كدفعة إنه سيتم تسليمهم هما 43. لكن خطة الحكومة التونسية في تسلم أبنائها خطة محفوفة بالمخاطر بحسب تعبير زياد الهاني. الخطة بتاع نقل تونسيين عبر البر استلامهم على الحدود السورية اللبنانية ونقلهم من معبر المصنع اللبناني على الحدودي إلى مطار بيروت باش يقع تصفيرهم في طائرة فني تونسية راهو خيار فيه الكثير من المخاطر. علاش؟ لأنه أولا الساعة هالناس هذوما فما ممكن تقع عمليات بتاع تحريرهم لأنه في بقعة والجهة اللي هم مرتبطين بها هي جهة اليوم مؤثرة في الواقع اللبناني وتجب تتحرك لتحريرهم وإطلاق سراحهم باش تعاودوا ترجعهم للجبهة فني من جديد. وثانيا أنه نفس الناس هذوما ثم احتمال أنه البعض منهم قد تقع محاولة لقتله وتصفيته حتى لا يعطي معلومات على الجهات ربما اللي ورطته في المستنقع هذا.
حرص شديد من مكونات المجتمع المدني على إعادة التونسيين المحتجزين في سوريا نتيجة غياب تمثيلية دبلوماسية لتونس هناك، يقابله بطء في تحرك الحكومة لحلحلة هذا الملف الحارق لعشرات العائلات المكتوية بنار فتاوى الجهاد في بلاد المسلمين. هذا وكانت النقابة الوطنية للصحفيين قد أعلنت مقاطعتها لندوة تحديات المشهد الإعلامي في الفترة الانتقالية التي نظمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية، مقاطعة تأتي رفضا للمشاركة الشكلية في ندوة تعنى بمناقشة المشهد الإعلامي في تونس. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتخذت موقفا مبدئيا يتنزل في إطار المواقف الثابتة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ترفض أن تكون مجرد ديكور في حفلات وفي مشاهد وفي لقاءات مشهدية الغاية منها هي أجندة، إما أجندات سياسية أو أجندات انتخابية سابقة لأوانها. نحن نرفض مثل هذه المواقف ونرفض الانخراط فيها، كم كنا نتمنى على رئاسة الجمهورية لو أنها فتحت نقاشا حقيقيا من أجل الدفاع عن قيم الحرية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، وذلك في إطار مقاربة شاملة. كان على رئيس الجمهورية أن يتولى إقامة لقاءات مع مختلف الهياكل المهنية المتعلقة بقطاع الإعلام من أجل حل قضايا تشغيل الهش، من أجل حل قضايا الاعتداءات على صحفيين من خلال تكرار الاعتداءات المادية واللفظية على صحفيين، من خلال تكرار المحاكمات والانتقاء في إثارة الدعاوى وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة لقضايا الرأي والتعبير. وإلى أخبار التأسيس، حيث قرر مكتب المجلس أن يكون يوم الجمعة المقبل تاريخ تحديد موعد الجلسات العامة. الجلسة الأولى ستخصص لمشروع قانون تحسين الثورة، والثانية لمناقشة لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي من منصبه. هذا وقرر المجلس عقد اجتماع مغلق خاص بالوضع الأمني سيتم تحديد موعده لاحقا، اجتماع من المنتظر أن يجمع عددا من الأمنيين ونقابات الأمن بممثلين عن مكونات المجتمع المدني وعدد من أعضاء التأسيس. قرر مكتب المجلس معناتها باش نعملوا اجتماع مع المكتب نتاع اللجنة التشريعية نتاع الحقوق والحريات ومع رؤساء الكتل وممثلين عن الحكومة وممثلين عن النقابات الأمن وأعضاء من مكتب المجلس اللي هما زوز مساعدين السيدة سميرة مرعي وسي بدر الدين عبد الكافي، ويتم معناتها تحديد الموعد هذا لاحقا. قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن المتهمين في قضية حرق مقام السيدة المنوبية بخمس سنوات، وذلك بتهمة السرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وحمل أسلحة بيضاء وإضرام النار عمدا بمحل مسكون. وتتراوح أعمار المتهمين بين 22 و27 سنة، وهم من متساكني ولاية منوبة ومن المحسوبين على التيار السلفي. نقلت محكمة التعقيب بتونس قضية مقتل لطفي نقض من المحكمة الابتدائية بتطاوين إلى دائرة القضاء بسوسة، وذلك استجابة إلى طلب لسان الدفاع، قرار رفضه المعنيون بالقضية وطلبوا بعرض القضية أمام محكمة تونس. يشار إلى أن لطفي نقض تم اغتياله يوم 18 من أكتوبر 12 و2000 على إثر مظاهرة في تطاوين. اعتبر كاتب الدولة للشباب والرياضة فتحي التوزري أن الحكم القضائي الصادر بحق مغني الراب علاء اليعقوبي المعروف بولد الكنز حكما قاسيا، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي التأم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. أسوق في هذا المثال قضية ولد الكنز اللي وقع حكم عليه بسنتين. نحن طبعا أنا على الأقل شخصيا كمسؤول في هالمجال هذا أعتبر هذا الحكم قاسي جدا، وكنت أتمنى أن الأمور كانت تأخذ مجرى آخر. طبعا القضاء حر وأنا أحترم استقلال القضاء، لكن هالحكم هذا مراعاش عديد الأشياء في رأيي، مراعاش عنصر الشباب، مراعاش البعد الفني، مراعاش زاد رواسب والصور التي كانت تحمل على الأمن، والأمن يسخر هو بيده بالشباب وهو في منظومة إصلاحية، وكان من الممكن أن تعالج هذه القضية في إطار ربما يراعي كل هذه العناصر. على كل حال ما فاتش الوقت إن شاء الله، يعني الأمور تمشي في اتجاه أنه ياخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء هذه.
حركة تونسية جديدة باسم تمرد من أجل تونس تسير على خطى حركة تمرد المصرية. هذه الحركة بدأت بجمع التوقيعات بهدف إسقاط مسودة مشروع الدستور الحالية وإسقاط المجلس التأسيسي. الحركة التي أطلقتها مجموعة من النشطاء التونسيين ستعمل على إعادة السلطة للشعب على حد تعبير الناطق الرسمي باسمها المدون هيثم العوني. وفي الشأن الاقتصادي، سجلت نسبة الاستثمارات الفلاحية زيادة ب 15% خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، فقد استقطبت المشاريع الصغرى والمتوسطة أكثر من 2000 موطن شغل، بينهم 116 من حامل الشهادات العليا، أرقام ومعطيات صرح بها المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد اللطيف غديرة خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. هو اللي أبرزته النتائج هو أنه القطاع الفلاحي قاعد يستقطب الاستثمارات، وكما قلت عندنا أكثر من 15% استثمارات إضافية وقعت في القطاع الفلاحي، وهذا مهم جدا. كي نقول استثمارات يعني وراه تشغيل، وعطيت رقمنا في المرحلة هذه البشرية المتوسطة والكبرى في القطاع الفلاحي في 5 أشهر كهو استقطبت 2100 موطن شغل، منهم 116 من حاملي الشهادات العليا. دونك فعلا هو تعرف القطاع الفلاحي قطاع اللي قادر باش ينتج، وكي نقول قادر باش ينتج يعنيها قادر باش يشغل بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. دونك نقول اليوم الاستثمار في القطاع الفلاحي مهما يكون عمومي أو خاص استثمار رابح. عبرت مؤسسة جوجل على استعدادها لتعزيز موقع تونس في مجال الإنترنت ودعم مشاريعها، وذلك خلال اللقاء الذي التأم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، لقاء جمع رئيس الحكومة المؤقت علي العريض بالمسؤول الدولي لحرية التعبير والعلاقات الدولية بمؤسسة جوجل، وأكد المشاركون فيه على دعم المؤسسة للجهود التونسية في الإنترنت وتشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال تنظيمها لتظاهرتي فريدم أونلاين ومشروع ابتكار تونس. تشجيع الباعثين الشبان على الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية وتحفيز خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين والحرفيين، هذا هو هدف الندوة الإقليمية التي عقدت اليوم بولاية قفصة تحت إشراف الديوان الوطني للصناعات التقليدية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية. ندوة ناقش المشاركون خلالها مشاكل القطاع وطرحوا بعض الحلول الممكنة. اللي تعرضنا له اليوم واللي سمعناه من الحرفيين انه ما عندهمش مشكله كبيره في الترويج، عنده مشكله في الاستثمار معناها في التمويل، عنده مشكله كبيره في توفير المواد الاوليه اللي تستجيب للمواصفات المطلوبه، باعتبار ان المزودين قلال معناها في المستوى الجنوب الغربي، وبالتالي فما زاد بعض الاشكاليات الاخرى اللي تعرضوا لها على مستوى المشاركات في المعارض بالخارج. وان شاء الله احنا تو شفنا نظره تفاؤليه على وضع الصناعة التقليدية في الجنوب الغربي، باعتبار أنه شفنا شريحة هامة من المستثمرين الشبان والحرفيين الشبان اللي يقدموا على الاستثمار، كذلك حتى المنجين القدم معناها المنتصبين طالبين الدعم، معناها الدعم مادي ومعنوي، وساعات راهو الدعم المعنوي خير من الدعم المادي في بعض المشاريع. إن شاء الله فهمت، إن شاء الله المدة القادمة باش يتم اتخاذ إجراءات. إقالة المدير العام للشركة، هذا هو مطلب عمال الشركة العقارية والمساهمات التابعة للبنك الوطني الفلاحي الذين نفذوا وقفة احتجاجية صباح اليوم بمقر الشركة. العمال نددوا بما اسموه مماطلة المدير في خلاص أجورهم وأجور المهندسين والمقاولين المتعاقدين مع الشركة، مطالبين مدير البنك الفلاحي بتحديد جلسة لتعويض المدير الحالي. هذه شركة عقارية تطلب مقاولين من البناء للدهينة للنجارة للليمنيوم للإلكتريستي للبلومبيري، معناها من جميع المقاولين وجميع المتداخلين يمروا بنفس الصعوبات، الناس كل معطلة، الناس كل كي معناها حساباتهم واقفة، كل نهار يطلع بنظام جديد، كل نهار يطلع بقانون جديد، معناها ما لقيناش مع حتى حل. السيدة ذايا ما لقيناش معها حتى حل. المجموعة اللي اليوم تجمعت قدام الشركة هم عديد معناها من المقاولين اللي هم مطالبين بمستحقاتهم، واتصلوا بينا ولرفض المدير السيد الرئيس المدير العام لتلبية طلبهم مدة 5 أشهر هو يقوم بالعراقيل وسدد كل السبل معاه. احنا كإطارات معناه ومديرين معناه اتصلنا به لتسوية وضعية المستحقات العبادة ذومة، وأصبحت الشركة مهددة معناه المشاريع نتاعها
نشوف كونه اليوم قاعده الشركه قاعده ماشيه للتالي وليس القدام. المطلوب اليوم فهمت شي يقولها كونه البنك الوطني الفلاحي يقوم بالمهمه نتاعو باش يحط الناس الاكفاء فهمت شي ولا في الموضوع هذا ويحاول باش يخدم الناس ويسعى فهمت شي ولا باش ينزل المشاريع. احنا في بلاد تو يلزمها تنزل المشاريع ماهيش في بلاد باش توقف المشاريع. كان الوضع التنموي بصفاقس والمشاكل الاقتصادية والبيئية والصحية بها محور نقاش اليوم خلال زيارة رئيس الحكومة المؤقت علي العريض للجهة رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، زيارة تم خلالها عرض البرامج المستقبلية في علاقة بالوضع التنموي والاقتصادي والصحي بالجهة، وتأتي في إطار تدشين الدورة 47 لمعرض صفاقس الدولي. في إطار افتتاح الدورة 47 لمعرض صفاقس الدولي، أدى اليوم رئيس الحكومة علي العريض زيارة إلى مدينة صفاقس مرفوقا بعدد من الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وقد أكد رئيس الحكومة خلال اجتماعه بمجموعة من الإطارات الجهوية وأرباب المؤسسات والمنظمات والأحزاب بمقر الولاية أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات لتجاوز بعض الصعوبات الحقيقية التي تعيشها مدينة صفاقس وعلى رأسها معضلة التلوث البيئي. تعرفوا اللي موضوع التلوث هذا أيضا مربوط بالشركة السياب. حاليا البلاد قاعدين نشيدوا في مصنع باش يقوم بنفس الوظائف في المظيلة. توا حسب الخبراء يقولوا ما بين سنة 2014 و 2015 ونكونوا قادرين باش المصنع هذاك يولي يشتغل، والمصنع هذا بالتالي يولي يقع انت غلقه نهائيا. في برنامجنا ايضا انه الميناء الحالي اللي عنده وظائف متعدده وشريان اساسي بالنسبه للمبادلات التجاريه بالنسبه لصفاقس وللبلاد، الجزء المتعلق بالطاقه وبالفوسفات وغيره باش يقع نقله الميناء الصغيره، لكن هذا بعد بعض السنوات. والجزء الآخر باش تم دراسة تفضي إلى كيفية دمج وظائف هذا الميناء في مدينة صفاقس، بس ما توليش حالة نشاز. وفي إطار متابعته لبعض البرامج المزمع إنجازها بالولاية، أعلن رئيس الحكومة عن دعم حكومته لبعض المشاريع التنموية التي ستعزز القطاع الصحي والاقتصادي والسياحي بالجهة. احنا بصدد إبرام اتفاق مع الصين لتشييد مستشفى جامعي آخر في مدينة صفاقس. نوعية هذا الاتفاق باش يجعل المستشفى معناها من اللحظة اللي نكون اتفقنا يتم تشييده بسرعة. عندنا موضوع تبرورة 420 هكتار معناها هذوما ولوا أراضي عقارية، برنامجنا أن يقع النقل محطة القطار باش يتم الربط بشكل سلس وبشكل طبيعي بين هالمساحة العقارية الجديدة اللي باش تكون فيها عدد كبير من المشاريع وما بين مدينة صفاقس، وهذا متنفس عقاري ومتنفس أيضا بالنسبة على الشاطئ متاع البحر. وينتظر أهالي صفاقس من المسؤولين الحكوميين تفعيل بعض الإجراءات للقضاء على التلوث الذي لا يزال المعضلة الرئيسية التي يعاني منها المتسكنون. نبقى بصفاقس حيث نفذ أعوان الصحة العاملين بمصحة مينياي المغلقة منذ ما يزيد عن السنة نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم بعد أن تمت إحالتهم على البطالة نتيجة خلاف بين الطرف النقابي والإداري حول التصنيف المهني. محتجون اتهموا قوات الأمن بالاعتداء عليهم. طلبنا بحقوقنا وطلبنا التصنيف متاعنا، أراش عمل فينا الحاكم ضربنا. أنا وقفت هكاك قلت له ما نبعدش وخان نطلب بحقوقنا، يا أخي دزني فرد دزة على ساسوني وأنا أنسانت. عملنا الليفت واقفين واحدة بجنب واحدة، جاءوا قالوا لنا بعدوا، قلنا لهم احنا البنكينة وين واقفين العبيد الكل، قال لك لا بعد. كي قلت له لا ما نبعدش أنا مش نوري حقي ماني مش نتكلم حتى شيء، دزني قال لي يمك بها وعليها ودزني دنفرني، وجاء صاحبه الآخر يكركر فيها قلت له ما أنت مش متعاش تدزني يا أخي، مشى كركرني صاحبه قال لي أنت حاجتي بك، كركر فيها للباقرة دبشي وحال تحليلها كان مصحابي ولاو يعيطوا باش سيبني.
تستمر في ولاية سيدي بوزيد التحركات الاحتجاجية للمطالبة بإحداث محكمة استئناف بالجهة. اليوم دخل المحامون في إضراب عن العمل وخرجوا في مسيرة انطلقت من أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة وتوقفت أمام مقر الولاية، مسيرة حظيت بمساندة عدد من المواطنين ومن مكونات المجتمع المدني الذين أكدوا على تمسكهم بمطلبهم. أحداث محكمة استئناف، احنا كنا في السابق نبهنا الحكومة وكنا طالبنا بالمطلب هذا عدة مرات ولكن تجاهلتنا وفي الأخير ألحقتنا بالمحكمة الاستئناف القصرين بدون استشارتنا، بدون أخذ رأينا، بدون الرجوع إلينا حتى للاستشارة. نحن طالبنا في أحداث محكمة الاستئناف وبالأساس للمتقاضي، لأن المتقاضي تعب، كنا تابعين صفاقس ولينا تابعين قفصة، لأن ولينا تابعين القصرين، وقتاش باش تولي سيدي بوزيد ولاية؟ دائما مع التحركات الاحتجاجية وفي ولاية القصرين، دخل صباح اليوم كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي في إضراب عن العمل بيوم واحد. إضراب يأتي احتجاجا على عدم تطبيق محاضر الجلسات الممضاة بين الطرف النقابي والإدارة، والمتعلقة أساسا بتسوية وضعيات عمالة المناولة والحظائر، إضافة إلى تمكينهم من منحة أزياء العمل. والله الاضراب هذا تمت، نجم تقول تمت دعوة ليه عن عامين، ونحن نتهربوا من الاضرابات نظر خصوصية القصرين والظروف اللي تمر بها. عندنا خدمة المناولة ذي تو عندنا تو 3 سنين من بداية الثورة، وهم اللي تو ما همش فاهمين، مش فاهمين الواحد بالضبط شنو، هل ترى العبادة ذي تابع وزارة الصحة ولا ما همش تابعين وزارة الصحة؟ مطالبنا اللي نحن مضربين عليها تو هو المنحة متاعتنا متاع عيد الشغل اللي نحن نورمالمون ناخذها 1 مايو. نحن تو في جويليا داخلين على جويليا وهي ما فماش، كي سالناه السيد المدير اعطانا سؤال واضح وصريح، قال نعطيك 140 دينار معناها راجعين التالي، فهمتني؟ وقال ما عنديش حتى ارتيكل بالنسبه للمراقب المصاريف باش صحح لك. معناها كاداره مستشفى أجزاء العمل يخضع لاجراءات ترتيبيه وقانونيه معناها معمول بها في معناها قانون الصفقات العموميه، معناها يتم القيام باستشاره، ثم لجنه معناها مستقله حتى على مدير المستشفى بصفته امر صرف. كنا من معرفه معناها التكلفه الجمليه لاجزاء العمل، تبين كونه معناها ان الاعتمادات المرصوده بقرار الميزانيه لا تفي بالحاجه، وقع معناها تعديل قرار الميزانيه وفقا للحاجيات معناها المطلوبه. الاشكال هو ان معناها اليوم مستعد معناها نسلمهم معناها الازياء نتاعهم، ما ثماش مشكل. الوقفه الاحتجاجيه هذه الاضراب الاحتجاجي هي موقع عليها الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين النقابه الاساسيه، اللي هي ثلاثه نقاط اهم ما جاء في اللائحه، ثلاثه نقاط. النقطة الأولى هي تمكين الأعوان والعمال من حقهم في زي الشغل. ثم اللجنة تجتمع تقيم العروض من الناحية الفنية ومن الناحية المالية، واللجنة هذه مستقلة على مدير المستشفى كأمر صرف، معناها في لأنه الإجراء هذا معناه موجود لضمان الشفافية أكثر ولضمان معناها حياد أمر صرف أكثر. فحسب معناها العروض بطبيعة الحال المبدأ هو يسمى اعتماد الأقل سعر. الأقل سعر هو معناها جت الكسب 140 دينار، معناها هذه حسب العروض اللي موجودة. النقطة الثانية هي تسوية وضعية عمال المطبخ في المستشفى الجهوي للقصرين. نحن بالنيابة على معناها على عمال التنظيف وعمال المطبخ، معناها نطالب بتسوية الوضعية نتاعنا اللي هو معناها وقعت الاتفاقية بين الاتحاد والوزارة اللي هو معناها نكملوا عامين ويقعد راس آلين ضمن العمال القاريين، فهمتني؟ لكن ماذا ما حدش كان الحديث، هل أن نحن نخدموا في إطار القانون ولا خارج إطار القانون؟ القانون أنا شخصيا الملف هذا نتابع فيه بصفة شخصية، معناها وجوه هما بحذايا ونتصل معناها وبحضورهم هما زادة. الإشكال في تسوية الوضعية هذه، التسوية تم على مراحل تبقى للتراتيب القانونية المعمول بها، مش ممكن معناها يقع يعني كما يقولوا هما الترسيم، مش يعني يقع انتداب بصفة مباشرة بناء على عقد، لا، ثم القوانين تفترض انه هو كان معناها في مرحله اولى متعاقد، في مرحله ثانيه في اطار تسويه الوضعيه يلزم يقع ادماجه كعون وقتي باش يتسنى من الناحيه القانونيه المرور من الطابع الوقتي هذا الى الطابع القرار والرسمي.
أكد رئيس المؤقت المنصف المرزوقي على ضرورة مراجعة الفصل المتعلق بحقوق الطفل في مسودة الدستور الحالية، وذلك خلال مشاركته في الأمسية الاحتفالية التي احتضنها مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات يوم أمس بمناسبة عيد الطفولة. بمناسبة عيد الطفولة، نظمت وزارة شؤون المرأة والأسرة تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد منصف المرزوقي احتفال عيد الطفولة بمركز الاستياف بالحمامات تحت شعار أنا أنادي لا للعنف في بلادي. هو بمناسبة عيد الطفولة نظمت وزارة شؤون المرأة والأسرة الاحتفال عيد الطفولة هذه السنة بمركز الاستياف وتحت إشراف سيادة رئيس الجمهورية، وذلك لتقديم جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل وكذلك أوسمة استحقاق الطفولة وتكريم المتقاعدين والعاملين في قطاع الطفولة وكذلك الأطفال المتفوقين في الجهات. وقد منحت جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل وهي مبلغ قدره 20,000 دينار إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال، وكما وقع تكريم عديد الجمعيات على غرار جمعية الشبان والعلم. اليوم وقع تكريمنا في احتفالات الطفل بعد المجهود اللي قامت به الجمعية متاعنا على مراحل، معنا في ميدان النشاط العلمي الموجه للطفل، معنا مساهمتنا اليوم والمشاركة متاعنا هي كانت في جانب حق الطفل في المعرفة وفي الترفيه التكنولوجي. وبتبع معنا الجمعية متاعنا عند سنوات تعمل في هذا الحق، خاصة معنا بالأنشطة السنوية الموجهة للطفل طيلة السنة في جميع هياكلها ونواديها الموزعة في كامل تراب الجمهورية، وفي عديد من الأنشطة المناسباتية معنا خاصة التربصات العلمية الموجهة للطفل والمخيمات العلمية الصيفية الموجهة للطفل، حيث اختتم الملتقى بالتقاط الصور وبالأجواء الاحتفالية. ندعو ونربي أطفالنا على الحوار ونبذ العنف مهما كانت الأشكال متاعه، سواء في الأسرة ولا في المجتمع ولا في الوسط المدرسي، باش نخلقوا مجتمع على الأقل سليم نبنيه من أطفال الروضة من أطفال نوادي الأطفال. إن شاء الله كل عام وأطفال تونس بخير والطفولة بالخير، إن شاء الله يكون يتم إدراج الفصل الخاص بالعناية بالطفولة من خلال الدستور نتاع تونس. إن شاء الله نشوف الطفولة اللي هي عماد المستقبل واللي هي مش نبني بها مستقبل تونس. وفي أخبارنا الدولية، أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء له مع إحدى الصحف الألمانية على أن تسليح البلدان الأوروبية للمعارضة السورية سيؤدي إلى تصدير الإرهاب إلى أوروبا على حد تعبيره. ويأتي هذا اللقاء على خلفية محاولة الدول الغربية انتزاع تنازلات بشأن سوريا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدعم نظام الأسد. وعلى الساحة السورية، فقد اشتدت المواجهات بين الجيش النظامي ومقاتل المعارضة بمدينة حلب، بينما تتواصل المواجهات بالغوطة الشرقية في محاولة من المعارضة استعادة السيطرة على المدينة بعد نجاح الجيش في استعادتها. وفي تركيا، اتخذ المعارضون للحكومة شكلا احتجاجيا جديدا تمثل في الوقوف بصمت لساعات وسط ساحة تقسيم في إسطنبول، متحدين قرار السلطات بمنع التظاهر، حركة لم تمنع قوات الأمن من التدخل واعتقال المتظاهرين. هذا وكانت قوات الشرطة التركية قد شنت حملة اعتقالات واسعة شملت حوالي 100 شخص من نشطاء اليسار المتطرف.